أهلا بكم. في هذا المقطع سنتعرف على الفرق ما بين أنوفو ودونوفو، لكن قبل أن نبدأ الشرح أطرح عليكم سؤالا. في هذه الجملة جيغاتي سو غاتو، أخفقت في إعداد هذه الحلوى. Je vais le faire، سأعيد إعداده. هل نقول دونوفو أو أنوفو؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذا المقطع. أولا دو نوفو تعني encore une fois de plus et de la même façon، أي مرة أخرى، مرة أخرى مجددا لكن بنفس الطريقة. دو نوفو تعني أن نعيد نفس الشيء بنفس الطريقة. مثلا نقول elle est de nouveau en retard، هو متأخر مجددا. C'est la troisième fois cette semaine، إنها المرة الثالثة في هذا الأسبوع. Il est de nouveau en retard، هو متأخر مجددا. De nouveau أي أنه تأخر مرة أخرى، مرة أخرى مجددا وبنفس الطريقة. أما بالنسبة لي à nouveau تعني encore une fois، une fois de plus et d'une façon différente، مرة أخرى، مرة أخرى مجددا لكن بطريقة مختلفة. نقول مثلا l'enseignant explique la leçon à nouveau، l'enseignant explique la leçon à nouveau، يشرح المعلم الدرس مجددا لكن بطريقة أخرى. أنوفو، أنوفو تعني بطريقة أخرى، بطريقة مختلفة عن الأولى. نعود أصدقائي لسؤالنا الذي طرحناه في بداية هذا الدرس. جيغاتي سو غاتو، جو في لو فيغ، هل سنقول دونوفو أو أنوفو؟ إذا قلنا دونوفو فإننا سنعيد إعداد الحلوى بنفس الطريقة، وبالتالي سنخفق مجددا في إعدادها. لذلك سنقوم بإعداد الحلوى مجددا لكن هذه المرة بطريقة أخرى، يعني أنوفو. أقول جيغاتي سو غاتو جو في لو فيغ أنوفو، أخفقت في إعداد هذه الحلوى، سأعيد إعدادها مجددا بطريقة مختلفة أنوفو. هل فهمتم الفرق أصدقائي؟